احنا شفنا كمان قد ايه الافلام القصيره هي مفيده وحققت لنا كلنا نجاحات كبيره يعني حتى في مهرجانات عالميه. حاجه من التحديات بس هي تحديات ايجابيه وبسطانا كلنا بصراحه انه في اقبال كبير قوي خصوصا من الشباب على المهرجان، وده ان دل على شيء دل على نجاح جزء الصناعه اللي احنا ابتديناه السنه اللي فاتت من خلال منصه سيني جونه اللي هي موجوده اصلا من الدوره الاولى، بس السنه دي بتكبر وبتتطور وفي مشاريع جديده خلقناها من السنه اللي فاتت وبنكبرها كمان السنه دي. احنا يمكن احنا ما كناش مستعدين للعدد ده بس احنا برده مبسوطين جدا يعني. كل سنه المهرجان الجونه بيتقال عليه مهرجان نخبوي والمثقفين والناس اللي بتحب الثانيه، بس ازاي بتحاولوا تهدوا العبارات ديت وازاي بتحاولوا تخلوا مهرجان الجونه مهرجان شعبوي اكتر او جمهوري اكتر؟ هو احنا بصراحه يعني بنحاول فعلا نهد الفكره دي من السنه اللي فاتت وبتهيألي ان احنا نجحنا فيها يعني ان شاء الله لو بجزء صغير، والسنه دي بجزء اكبر ان شاء الله. احنا عندنا برنامج، بس هو البرنامج ده للوصول لكل جميع انماط وانواع الناس، شباب ناس كبار في السن، محبي السينما، سينيفايل، الفاناتكس، حتى يعني حتى اللي بعاد عن الصناعه. احنا عندنا مشروع اسمه اليانج اند ايمرج بروجرام، ده بنضم فيه حوالي 200 يانج فيلم ميكرز، بنستضيفهم وقت المهرجان وبنعمل لهم برنامج خاص جدا ليهم يستفادوا منه، وبنجيب لهم يعني ناس كتير تعلمهم، يبقى برنامج مفيد جدا جدا. السنه دي كمان في برامج لدعم الافلام القصيره، ودي برضو تحت منصه سيني جونا اسمها سيني جونا شورتس، لان احنا شفنا كمان قد ايه الافلام القصيره هي مفيده وحققت لنا كلنا نجاحات كبيره يعني حتى في مهرجانات عالمية. طموحاتك الشخصية داخل مهرجان الجونة؟ طموحاتي حقيقي ان انا افضل بشتغل بباشن وبشغف وابقى مبسوطة. العائد الحقيقي من في شغل في اي مهرجان هو روح الفريق وروح العمل اللي بنشتغلها كلنا مع بعض، هي دي بتبقى احلى ايام يعني، ايام السهر بالليل وايام مع الفريق، هو ده بجد احلى حاجة. نفسي دايما نطور، احلامي الشخصية ان انا اقدر اساعد في تطوير المهرجان ونوصل لشباب اكتر، نوصل عالميا اكتر.